عشان نعجبوا لك هديه الفرح. مساء الورد. لا المنصوره ما شاء الله فيها كتير. المنصور الدنيا يا استاذ احمد العنوان الدكتور ده والله. ان شاء الله. ولا كبس كبس يا بنتي، تاكلي ايه؟ تاكلي بشاميل من ورانا يا تفصل. شكرا يا مين، تسلم يا رب. الله يسعدك يا رب. تسلم يا المنصورة، والله يشفي كل مريض يا رب، يسعد قلبك يا فتحي. تسلم يا رب. احلى هديه لمين؟ للعروسه. تسلم يا هشام من طلخه. الله يسعدك يا فتحي، ما كانش من ذوقك. ربنا يسعد قلبك يا رب. كل عام وانت بخير يا مينا. تسلم لي يا رب، سنه سعيده عليكم جميعا. تسلموني ان شاء الله يا هشام، نبقى احنا نجي نسلم عليك في فرحك ان شاء الله. الله يسعدك يا رب. قلبك يا رب، الله يسعدك. تسلم. انا مدرسه. المنصوره. مساء الورد. تسلم يا مين، الله يسعد قلبك. الحمد لله خير والله. تسلم لي. طلعنا جيران منين طيب؟ مساء الورد. المنصورة. يا مساء السعادة. أنا مصرية. لا من طلقة يا أستاذ أحمد. من حواليها كده. ايه انت ايه؟ تسلم يا حمد، مساء السعادة. ايدك وجعتك احسن عشان تاكل بشاميل من ورايا. مش تستنى لما اجيلك يا طفصة. دي اختي يا جماعه اللي معايا في اللايف دي، اختي. تسلموني، اجمل حاجه. تسلموا. حضرتك راوي ازاي؟ اصل حاجه عادي.
شكرا. مساء السعادة. يا مساء الورد. مساء الورد. يا مساء السعادة. يا هلا وغلا. مساء السعادة. هلا مساء الياسمين. مساء الفل عليك. تسلم يا سعيد. الله يسعدك يا رب. كبسي يا بنتي وانت قاعدة. ايوه كده كبسي. اللايف شغال يا سوسو ولا بفصل؟ تسلم لي يا رب. شكرا يا سعيد. شكرا. تسلم لي يا رب. البرنسيسة دخلت هي كمان. ايه اللايف شغال يا سوسو ولا بفصل؟ حبيبتي الله يسلم. الحمد لله. تسلم انت الاحسن. الله يسعد قلبك. يا هلا يا محمد. مساء الورد. ثلاث دولسي. بفصل صح. الباقة تعبانة. الباقة مش مظبوطة عندي رغم شحنة النهاردة. والله يعني خرب بيت النهاردة.